وألقيت في الندوة كلمات من القيادات المؤتمرية المشاركة جسدت دلالات هذا اليوم الديمقراطي وما تحقق للوطن من مكتسبات هامة عقب انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح. مثل 17 من يوليو 87 علامة فارقة في حياة الشعب اليمني عبر تولي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد الحكم في البلاد وسط جملة من المخاطر والتحديات التي كانت مخيمة على الواقع اليمني في تلك الفترة التي قتل فيها 4 رؤساء في عام واحد، فتجاوز كل المخاطر التي كانت تهدد حياته قبل أبناء شعبه وقاد البلاد بحنكة ودهاء. ذلك ما تناولته ندوة نظمها معهد الميثاق للتدريب والدراسة والبحوث. أكد ما لا يدع مجال للشك بأنه لولا هذا اليوم المفصلي في حياة اليمنيين الذي تولى فيه الزعيم علي عبد الله صالح سدة الحكم لما كان لنا أن نطوي صفحة الصراع بين شطري الوطن، ولما تمكنا من تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. فاليمن في 17 من يوليو 78 حسمت قرارها وتحررت من خوفها بإيلاء مسؤولية قيادة البلاد للأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي مثلت الرئاسة بالنسبة له أشبه بذهاب المحارب إلى ساحة حرب ضارية. لم يتربى علي عبد الله صالح على كرسي الحكم، بل خاطر بنفسه لإنقاذ البلاد والمضي بها نحو آفاق حافلة بالديمقراطية والتعددية السياسية التي بدأت في 17 من يوليو عبر انتخابات أسست لمرحلة من التطوير والتنمية في البلاد. نقف اليوم رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها وطننا الغالي أمام مناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا، هي مناسبة 17 من يوليو 1978 والتي سجلها التاريخ الثوري والجمهوري عندما انتخب المجلس التأسيسي للجمهورية العربية اليمنية سابقا رئيسا من أبناء الطبقة الفقيرة الكادحة التي كان كل أبناء شعبنا يعيشونها أيام عهد الجوع والمرض والفقر الإمامي. كانت خطوته الجريئة وهي السعي لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. ولا ننسى جميعا يوم رفع علم الجمهورية اليمنية من عدن الأبية، وكان لعلي عبد الله صالح شرف رفع ذلك العلم. سياسيون وأعضاء الأمانة العامة ومجلس الشورى والنواب ووزراء في حكومة الإنقاذ أشاروا إلى أن انتخاب علي عبد الله صالح في 17 من يوليو طوى حقبة من صراع عاشته اليمن وأسس لمرحلة جديدة من تداول السلطة وإرساء دعائم الديمقراطية. وصول الزعيم علي عبد الله صالح إلى السلطة في 17 من يوليو عام 1978 هذه الحقبة من التاريخ التي استطاعت أن تستوعب التاريخ برمته، استطاعت أن تستوعب الحاضر واستطاعت أن تستوعب ماضي هذه الفترة ابتداء من الثورة اليمنية عام 1962 و67 والتي شكلت منطلق حقيقي لمسألة الحوار والديمقراطية. وقد ملأ المؤتمر الشعبي العام بوسطيته الفراغ السياسي في اليمن وحفظ الثوابت الوطنية وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية بناء وعمل على بناء أسس دولة على أسس الدولة الحديثة وبناء جيش وطني قوي وزيادة فرص الاستثمار والنهوض الاقتصادي. أكاديميون وقيادات في المؤتمر الشعبي العام قدمت أوراق عمل عدة تطرقت إلى الدور الكبير للزعيم صالح في تنمية وتطوير اليمن والإسهام الفاعل في لم شمل الوطن في 22 من مايو الذي يحاول الغزاة الجود التمزيقة على الإطلاق، وإنما سعوا إلى تأخيره. ولذلك اقتنص اليمنيون الفرصة التاريخية في 22 مايو، وأنا أسميها اللحظة الكونية المناسبة التي اقتنصها اليمنيون لإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ظروف طبعا كانت تخدمنا في تلك الفترة، أما هذه الظروف التي نحن فيها هي ظروف تمزيقية ولا تساعدنا على التوحد أكثر. لكن إذا كان في إرادة داخلية لن تقف، مثل ما أشرت في بداية الورقة أنه لا يمكن أن تكون القوى الأجنبية والتدخلات الأجنبية
تستطيع أن تمزقنا أو تفرقنا إذا كنا أقوياء ولدينا قيادات قادرة على اتخاذ القرار المستقل الذي يعبر عن الإرادة اليمنية. جاءت الذكرى تولي علي عبد الله الصالح السلطة في البلاد التي سلمها في 2012، والبلاد تعاني ويلات العذاب في ظل عدوان غاشم انكسر أمام صلابة وعزيمة أبناء الوطن وفي مقدمهم أبناء المؤتمر الشعبي العام. مختار الخطيب، اليمن اليوم.